الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. وحين كسوة الرقابتي أشيخ وكاها اللاي أمرك وكاها اللاي يصيغة أمر إي أمرك وحا وكان صناعي وكاها اللاي فإن صامر شيخ وحا رحمه الله إخوانكم. ولا يقتضي مكان صدو أي هو أمرك الفور دق دق إن لو سمعيه هر لغا سمعيه مكان صناعي فورك وساعد إي مركبة إن لا سمعي فور كان وحلوشي إذا حسب الإمكان وشي والب فور كي سيبو كدعا وصيدة صورة قلقة هدي لغو يلا هدو حج لكالا يو سمعي أو فورا أو سمعي وحلوشي إذا حلق حج كي كوهو الرئيسي حج صورة قلية هاي لكالا إلا وحوية ساعدة لنا هدى كوكا عدو أما بشا أينو تشوغنو يدو بليه حج كبا أين يا هاين ما كان سنة يسو إنو روحو يلا هدو حج بان حرانيا أما حج بان لا إيمانيا فورك وحي علماء ولادين وفي كل شيء بحسبه شيء والبا إسقى نسبة سي قدر كيس كدعية صلاة فورك دواسي صومك فورك دواسي حجك فورك سواسي وهكذا مد والبا وحسب الفعل وحسب الإمكان شيخ وحول رحمه الله والأمر بإيجاد الفعل أمر به والأمر أمرك لأمري بإيجاد الفعل فعل إلا الشرسي لأمري أمر به وأمر إساق لأمري وي وبما لا يتم الفعل يوحان فعل كود ميسر مينين إن لأمري وي إلا به إن إساق للي ما دمو يسك لأنو كود ميسر مين كالأمر واسد أمرك لأمري بالصلاة صلاة لأمري أمر بالطهارة المؤدية إليها وأمر لأمري طهارة المؤدية إليها يعني السبب يسيء كين سنة يسيء صلاة والصلاة إلا لي ما دام السورة قالها هطان طهارة للأيما إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ يعني إلى هاي أقبل ما أيه يعني صلاة متكين مركو حدث كدعو أو ويسجبو إلى أو مركو ويسيستو يعني مركو صلاة لك أقبل ما أيه وإذا فعل خرج المأمور عن العهدة وإذا فعل مركا السمعي مأمور به قليس أمري خرج وكبحي المأمور كل أمري عن العهدة تعلقي أمرك كتعلقي وكبحي ودمدي سوى كدعي واجب كي صار وكدعي مثلا ظهر منوشيك يا وحي تهي أمر كليس أمري فعل إلا لي ما دا أمل الترسية وحون نقول يا أمر شيء قال لغو أمري أذلت ما دو ولغو أمر أي شيء قاس ونوني مثل بعضنا ونقول يا يو شيء قال إن أذلت ما دو سميسا لغو أمري وحان سور توبين إن أذلت ما دو إساق موياني وحاكلة كاسنا إن أذلت ما دو وكين صنيا وحي كدق أنت إساقنا إن لغو أمري مرك أمرك شيء لغو أمري لبا شيء لغو أمرو كان صنايا شيء قال لف أهانتي سيء لغو أمري وكان صنايا شيء قال سيوحو كحرين يهيو آنو سورو بين للي مادو شيء قال لغو أمري إلا وحاك لنا ألتي مادو كاك لنا إلا ألتي مادونا وكان صنايا لبدا مسألة بكرانيس مسألة كوادي أشيخ الشيغيو آه والأمر بإيجاد الفعل أمر به وواضح وانا لو ذكرني مسألة اللباد أشوه شيغيو أهو بما لا يتم الفعل إلا به ومعنه دعاي وأمر بما لا يتم الفعل إلا به معنى هيدو وحيتاي وحا فعل كاسي كحرين يهي أو شرطي أما السبب أه يعني شرطي شرعي أه يعني وحي نغنيسا أما السبب تحصيل كيدا قفك الله ساري أه إن سقل لأمرين وإن نغنيسا وكين سنس تسالي هذا وحي توشيخ وتسالي إلا قاعدة يوحو الشيخ الشيخ مثال لبشيب إسراعي مدوا قاعدة وهو تاول والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به تسوى قاعدة مدنوا مثال تصالها أما مثال كنا وحو يهي كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها يدوى مثالك يتصالي مثال وحل يا ذكر جزئي لتوضيح القاعدة شيء جزئي إن لا شيغه وفرع قاعدة كمدة لو شيغنا
قاعدة إن لا عضي الله واضحية وحلو الشيء يا أيتهاي تاسا مثال لي لهذا مركا ومثال أقيم الصلاة مركو إلهي صلاة أوغ صلاة إن إنه صلاة سمينو صلاة لن مادنو أمر كلاين أمر يوحو كان سنيا صلاة وحي كحران تهي وطهارة إن إنه لن مادنانا إن إتهاي مدلين أمري طهارة أدي لك لوالي ضهي آيات هي أحاديث ويكسوا أرورين طهارة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية هيا شيء قاعدة لفتي أذن علماء وكقاتين أو وحي النقنيس من باب تعاضد الأدلة وشيقوا إساقوا الدليل كلالة ودعي كرتا مركا وحكا لهدنا إن لو دليشدو وبما لا يتم الفعل إلا به سيدا لو قد دليشنا يانا وحيتاي ومن باب الالتزام وإن لازم سنيسا وشيقي إلا لي ما دام مدعي كرتا وحو كحدنا هدان للايما مركا سيغدا أمر يينك كتسين بطهار أقيم الصلاة يينك كتسين لكن ويكال لازم إيسا صلاة شرعية أبا للايما كرين اللؤوغي كرين هدان طهارة دي للايما ويا هدان لطهارة قادة وليس لها ذاتو كذا ذاتو كشما هو إسكا فور فورر سيوي يعني من نغن إيسا الصلاة وحال إيسا أمرين هو صلاة شرعية صلاة دي شرعي وحي كحرانت طهارة دي كحرانت طهارة اللواية صلاة اللواية ساوي هدان طهارة دي الدليل كرين لها ذا هيا علماء غاربة وحي لها ذا وحفي عن شيئاً دليل كله أو يعني مركب مطابق كأن الله هين إن مثل لازم سنة يمو يعني إن مركب لا دليل شده وحيوت الصالحين سطر العورة أدلة أي أمرتي إن عورة الله أستره خذوا زينتكم عند كل مسجد أحاديث سنة ويكون صارورت يظلين أمر أيه أسترات الروح إس أسترة أيه وعورتي إس أسترة هذا بدر عورة كأسترة هدوء أنو حي سنين إيب موياسي كلنا آنو كهلين لعبتو كيب سلهانا أوهايستو أمر كلا أمري عوردي سينو أسترا وحي لازم سنيسا إنو أمري هاي إنو سو إيب سدردركو عوردكو أستر لها مرهدانو سيكالا كهلي كرين مركا الأمر بسطر العورة أمر بشراء يعني مركا اللباس الذي يستر العورة وأمر لأمر يدرك عورضة أسطورة يئنو إيبس ذا مرها دوها يستلعبتك إيبسا لها سكالو أدروك عورضك أسطورة كهليان آنوشين مركا وحين نغنيسا ما لا يتم الأمر إلا به يعني مركا فهو مأمور به سيغك لوي كعبران علماء ديو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وحان واجب كل ما يسترمين بمعنى السروب ينودعي كرين وحصلين مر تمام كعلماء كمال بيو استعمالان مرنا تمام كوحيو استعمالان إيجاد كإيه ترسين تيو استعمالان يعني سيدا أصل كاهنا وإن كمال كالله استعماله لكن قرينا كالله كبحسن مركا لهلو أو كتسنا إيسا تمام كإن إيجاد لوغة شهده إيجاد كالله حنباريا لكن أصل وحوى تمام كإن لو استعماله كمالك مركا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وحلوغة شيدا يعني وحان مركا واجب كإن للي ما دعاين دعي كارين أما سيد الله يسو أمري إن لو لي ما دعا أعهددي يا أمركو كتعلقا إن لقبح أين السورتوبي كارين إن إساق للي ما دمه يانا كائن للي ما دانا وحو نقنا يميد واجبه مركا ما لا يتم الأمر مركا لقا عبره وحي علماء الجماهير تسوق قلين إيان سنه وصيدا واجبك وحانو لما يسر ماين إن للي ما دمه يانا إن إساق للي ما دانا أي واجب نقنا يسو مندوبك وحانو لما يسر ماين أما سنه إن إساق للي ما دمه يانا إساق إن للي ما دانا سنه نقنا يسو وبناء على هذا ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب بين غنس تساليه دو وحي تاي ما لنتي جمعة دو وحلينا أمري إن وحوي مركا أدقون ليس مريو طيب ليس صوم مريو أيا لينا أمري مركا أمركا سنها وإن أدقون ليس مريا هدو قفك أدقون كي وايو إنو سو إفسدمو يسيك لآنو كهلينين إبسا شادا أودقون كسو إبسانيا وحون نقونيا سنة أيو نقونيا ومندوب نقونيا
وحنا لقى قادنا يا أمرك ليس أمري أما سنين تليس سنيني إن أدقون ليس مريا مالنتاس مركا أدقون كي ليس مرينا ييبا كحرمي إبسيق اللسو إبسناي لكن شيخ مؤلف كو إساقو كما قابو سنه إنو يهي مأمور به سيدة جماهير تقبان أبو المعالي كما قابو سيدة سآوذيد مركا أولي يهي أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به وحوغة شيداون وحياله واجبات كابوغة شيدا تاصنا هوري تعريف كي سينقصو أرغنو على سبيل الوجوب تعريف كدري أو سيغة مركا أمر مركو فسيرا يي أمركا وحو الراعي يي قيد كا على سبيل الوجوب متنق ورقات كي قصو قنطاي مركا على سبيل الوجوب وحبحا يسنن نمدي بابحيسا لكن جماهيرته دمر عنايان على سبيل الوجوب يعني على سبيل الوجوب على سبيل الاستحباب مد والبصيغه دي امر روحي مركا نقنيسا اني امرت هي امر نوا كان سنيسا امر كبار لبدا لو قيبنيا امر ايجاب يا امر استحباب ايا لبدا قيبود با لو قيبنيا اما لو كلا ساري قاعده ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وحقب جماهير اهل العلم وخلاف باكشره ما ها قاعدة ليس لأقول يهي خلاف كان وحوي جمع جوامع إيا مراقق بواصون نقلين إيان خلاف كقاعدة دا كسوغن واصون نقلين إيان هيا الشيء جماهير تعلم دا كتكتي أساس يدا أقبه إطلاقنا اللوغة ما تشيدو مرك اللي يهي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يعني مسو قلايو وحياله آن أدونك أودي سكتشرين الواجب كإلا لي ما دانا أي كحر نايد ما سوق ذا قليو أو صدا يعني وحوي روحي إنو صلاة الدهور لي ما دا ما صورة قلقها هدان مركز زوال كحصلين وغرح دي سمدة برتن كذا أين كإلان وحق يودع عيسا أين ودافين قف كان تحصيل كذا ما صارو قدرة دي سبا وحكو تشرم معها مركز وشرط وجوب وشرط واجب نمو زوالك اما شرط الصحه ما يعني شرط الصحه كليا ما هو شرط وجوب شرط وجوبك وقت اذا قار كود انه صحه لازم سدي انا لازم سن لبد ميد ولبا ودعي كرتا روح مركا ما اهمد لفري انه وقتي صلاه اسغو كينو وحلميده قان غادنمدي صلاه دي كغو واجبته وين اد قان غادنما لا تيمادا لا اورن ما او وحي علماد يراهم وحلا كلا سار يا واجب مطلق وقفك سارن يواجب مقيد بأشياء وأنولي مركز الروح فولين واجبك الروح أولي أنفولين لما أرنا يسوء واجبك كوفولو وحا واجبك كوحيرا يهي أدقو لك عليها كو واجبتي وحان فرق كرارهين حضيتها يروح وحو كري كرايو يا حضيتها يوحان وكري كري وحان مركا واجبني ماذا فعل كو واجبا يو أي كوحيرا تهي هدي حتى وكري كرايو يعني إنه لي ما داسو وحاسي وقوة جبان متسارا معها تساليه دو وحيتاي يعني حوله نصاب قاراي أي الروح الصوق لا يوهي وأوذي كرا إلى حلق حلق سينو هاي سي أي سكا وقوة جبتو دبت سكا وقبحيو هاي شعر نقاسيها هذا وحو كري كراء مذي سكا كوة جبو أصارا معها تاسي وكو تصرفي كرا وكو تكري فري كرا إساقو سكا كعرر أن أجيدين يعني دانتي سوكو قبصان كرا لازم نكو ماءها إنو مركا هايو إلا حلق حلق سحولها إنو هايا لازم كو ماءها سيا إساقو قواجبتو ساس آودة علماء دو وحي إلهدين لبقا عدو أو مركا إساقا كالد دوان باجرته أو من نواجبك مطلقا يكو صابصان طي من نواجبك مقيدك واجبك مطلقا يقف كفورا يسارا التحصيل كيسي وحكو حرانيا هاي وحاوكو حرانيا هاي وإنو لي مادة وحكو دقيس ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب واجب كولي الروح أنفوري وواجب كمقيد كأهل الوجوب كيبا وحكو حرين يهي وحكلا ولي حاصل أهين وحا أن حاصل كأهين واجب نمضو كحرين تهي لما أرانا يلاك عليها كوكو واجبتي سيأي كوكو واجبتي أولاك علي الأران مايو تانا وحي كعبران ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب وحا وجوبكو aanu suroobayno xasilaynin in isaga lala yimaado mooyo si kale aan wajubka lagu helayn oo ruuxa dumadiisa waajibnimadu aynay ku fuulayn
waxa wajubkaasi ku xiran yahay inuu la yimaada masara yaani oo waajib kuma aha waayo wajubu qofka fuulay maba ahaba wali mar hadaan waajib ku ahayn oo aanu fuulin yaani inuu wuxuu ku xiran yahay la yimaada mid saaran ma aha mid saaran ma aha marka waxa weeye almuhim waxay ku saabsan tahay shartiga sharciga ah iyo waxyaalaha marka isaga qofka taxsiilkiisu saaran yihiin waxay ku xirmeen iyo ashyada noocaas ayay ku saabsan tahay ya taasiyada abay ku saabsan tahay sheekha la yiraahdo sancaani xoogaa marka isaga qaacidadan waa ictiraadi maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fa waajibun waxaanu yidhi qaacidadani daliil ma leh waayo shay daliil kale le mooyaane yacni shay kale qaacidadan laguma sugi karo wax daliil kale lena daliilka kale lagaga kaaftoomi kara oo xaajo looma qabo yacni marka in shaygii la yidhaahdo wuxuu ku waajibay yacni marka binaa'an calaa haadihi alqaacida ayuu ku waajibaya shay daliil kale aan lahaynna marka horeba laguma sugi karo shay daliil kale lena looma baahna qaacidada in loo cuskado waa sida qofku aanu gagabaysi ugu baahnayn buu sheekhu yidhi isagoo tahaaradii kale haysta isticmaalina kara tayammum miyuu u baahan yahay inuu gagabaysto maya saasoo kalenu qaacidada marka ruuxu ugu baahnay halkaas yadaabu ka saar wuxuu ku sheegayaa kitaabkiisa ijaabatu saa'ilka la yidhaahdo ayuu markaa ku sheegaya wuxuu sheekhu yidhi raximahullah waidaa fucila kharaja almamuuru can ilcuhda yacni marka la sameeyo shaygii lays amray la sameeyo kharaja almamuuru kan wax la amray wuxuu ka baxayaa can ilcuhdati yacni waajibnimadii inay ku tacalluqayso ayuu ka baxayaa oo bimacnaa dimmadiisii baa beri noqonaysa cuhdada waxaa looga jeedaa yacni takliifku inay ruuxa ku tacalluqo ayaa looga jeedaa takliifku inuu ruuxa ku tacalluqo ayaa looga jeedaa cuhdada yacni sheekhu waxa uu tilmaamayaa raximahullah haddii shayga ma'muuru bihiga alla sameeyo ruuxii ma'muurka ahaa ee wax la amray waajibki waa ka dhacayaa oo dimmadiisii baa beri noqonaysa marka waxay noqonaysaa waajibkii saaraa inuu ka dhaco waana markuu u sameeyo sidii loo amray uu sameeyo wey markaas baa dimadiisu beri noqonaysa waqtiyada qaarkoodna waxaa dhici karta haddii uu waxna ka tago uu shaygiina la yimaado in la yidhaahdo yasixu maca alismi dembi la jirkiibuu asaxayaa in la yidhaahdana waa dhacdaa oo bimacnaa aanu qadoo saarayn oo qadoo aanu ku waajibayn laakiin nooc ismii u sugnaanayo yacni nooc dembii uu sugnaanayo qadaagiina uu ka dhacaayo aan la odhanaynin weli waa ku saaran tahay waa inaad la timaadaa aan la odhanayn ashyaada la odhanayo tasixu maca alismi waa sida soonkii waa inuu ruux waxyaalaha markaa dembiyada iska daayaa oo uu ka tagaa man lam yadac qawla azuuri waalcamala bihi falaysa lilaahi xaajatun fi an yadaca طacaamahu washaraabah haddii aanu ruuxu marka hadalka beenta iyo waxyaalaha baatilka inuu sameeyo aanu iska daynin sawaab badan inaanu ku helayn baa xadiisku tilmaamaya falaysa lilaahi xaajatun fi an yadaca طacaamahu washaraabah jamaahiru ahli cilmi waxay qabaan inaan marka waxa weeye aanu soonku burayn bay qabaan ibnu xasmi isagu masaladaa jamaahiirta waa khilaafay oo isagu waxa uu yidhi dembi kasta uu ruuxu la yimaadaa soonkii waa burinaya hadduu dembiba ku dhaco soonkiisu waa buray buuri wa kadalika salaada hadduu marka isagaa wax mashquul oo kaleba uu ku mashquulaan salaadii ahayd yacni iyadana markaa salaadiisu waa buraysaa buuri ina fi salaati la shuqla tan kalena xadiidku uu daliishaday man lam yadac qawla azuuri waalcamala bihi falaysa lilaahi xaajatun fi an yadaca طacaamahu washaraabah marka jamaahiru ahli cilmi waxay qabaan inaan marka waxa weeye aanu soonku burayn bay qabaan laakiin ibnu xasmi ayaa khilaafay oo isagu yidhi macsi kasta soonka waa burinays aduu sida jamaahiirta ayaa saxan qowlka marka ibnu xasmina salaf uga horreeyey oo dee qowlkaas ku tegey yacni lama oga isaguna waqti mutaakhira ayuu yimi qarnigii shanaad ayuu noolaa yacni marka culammadii ka horreysay saddexda qarni yacni waxa weeye qowl laga hayo ma aha marka saas aawadee sida jamaahiirta culammadu ku tageen ayaa sawaab ah sheekhu waxa uu yidhi raximahullah yadkhulu fii khitaabi illaahi tacaala almu'minuun waxaa soo gelaayo khitaabka ilaahay
إلهي صغى كرية المؤمنون مؤمنين تأيا سقري والساهي والسبي والمجنون غير داخلين في الخطاب روحي مركا وحي لو السناء يا إلمه يرى يا والمجنون كي والله غير داخلين في الخطاب صدح ذاسي مركا مدنا مسو قلاي خطاب كمسو قلاي وخطاب التكليف كمسو قد قلايا والكفار مخاطبون بفروع الشريعة قال اذن واقار لقل خطابا ايوه وبمعنى لقل هضلا ايوه شريعة فروع ديدة بمعنى اوامر تأي النواهدة احكام تعملها اكسا بصنوا لقل خطابا وبما لا تصح الا به وحكال لقل خطابا وحين اصح ان فروع ذا الشريعة ان سقل لي ما دمو ايانه اين سكرك اصح ان إسقنا وعلى خطابه وهو الإسلام وإسلام لماذا ودان الروح مسلم هين عباداتك ولي ما دا الصح ما يان مركا قال كي فروع دي الشريعة دا بمعنى أحكامتي عملي قا هيد سيدا الصلاة دي يا الصون كي يا الزكاة دي يا حج كي وكذلك وحيالها مركا محرمات كا سيدا الزنا دا إن لقتقو الظلم إن لقتقو حنطة إن لقتقو يا أشياء دا لم يتكا والغلا خطابية أشياء دا سوى حين أصحين إن إساقل لي ما دمو يانا أصحاديسو أصحادو دو أي كحرنطها إساقا وإسلام نما أنا والغلا خطابية لقوله تعالى وحانا الدليل هذا الكيسو الله يريه ما سلككم في سقر محائذ قريين نار تسقر قالوا وحي الأهدين لم نكن من المصلين كما نمد أهين قوة كذا كما نمد أهين مسألة كوادة وشيخ كهض ليا وحيكو سابسنطة هاي خطابك إلهي خطابك إلهي وسوق ذا قليان مؤمنين حتى يكو سابسنطة هاي فروع ذا إيا أصوش مد والبا ومد نبا كما بحسنا وحانو تنو كياني مسائشة كلا أو كهض للدونه أوذيت بو كياني مركا وحيو دعيسا مؤمنين تا مؤمنين تا قانقار كا عقل قال وسوق ذا قال يان خطاب كإلهي خطاب الله الكوكا عبر وحكف عنايد خطاب الشرع إلا إلهه سوى حوي قرآن كي حديث كل بض ويسوق ذا قال ويا حديث كالنبي صلى الله عليه وسلم وخطاب الرسول وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله أما وهذا كي النبي أما وفعل كي النبي صلى الله عليه وسلم أما وتقرير كي النبي قالوا علمي قاركودنا التقرير كوحابي قد قريان فعلي قايي قد قريان ووحي لان تقرير كوان نوع فعلة يعني ساس يضابي كعبران مركا خطاب الشرعي هدي اللي يلاهده قرآن كي حديث كوبا واسو قد قري لهاي خطابنا قالوا علمي هراء قاركودا استعمار الشرين يعني لفظة خطاب أو صفاء كمسوا أرورين نصوص تين الله لقو صفاء خطاب مركا من باب الإخبار أي لفظة خطاب يعني لو عبران مركا باحثين تقاركود وحي يلاهدين لفظة خطاب صفة أهان وما يسوى أرورين بيلاهدين لكن ومن باب الإخبار ووحي يلاهدان باب الإخبار أوسع من باب الصفات باب كورنك وإلهي وحلقا ورميا وكوا سعصنتهي يعني وحلقوا صفين أشياء قاركود أصفة نماء أصغنين أي من باب الإخبار شرح إصلا شرح أيوه وحى إلهي أولا إقاء يعني مركا اللغو كينية أما اللغو إطلاقية لكن أن لغة شيدين يعني صفة نماء أن لغة شيد تاصنا وحي كقاتين علماء صحابة استعمال كإريادة قاركو ذا استعماله ولقورنا أيوه عبد الله بن عباس وغيره إن أي مركا إلهدين الصمد مركو فسيرا أي والشريف يعني مركا وكي شرفت لها شرفتي سعيدة مايسترانتي مركا لفظة الشريف اسم نمو يعني مثل الله يماها وإلهي إن الشريف لا يلاده وكذا الكامل لا يلاده الكامل الذي انتهى كماله أما مركا يساورد ما يستر ما يكمال كيس مركا كمالك يا الكامل يا الشريف يا انتهى شرفه تعابير النوع سوى من باب الإخبار مذو حوي آيات كي أحاديث ألفاظ أي شيء ينماه مركا باب الإخبار أوسع من باب الصفات أي مركة أهل علمه أي مركة المامان مركة المهم خطابك إلهي
بمعنى كلامك إلهي كلامك رسولكنا وإساقنا الله مدبون نغونا إياه وأسوق ذا قليان مؤمنين وأسوق ذا قليان وهذه أوامرتها يهدي النواهيتها يمد والبا مؤمنين وأقول خطابة يا أهل التكليفك وأقيموا الصلاة يا وآتوا الزكاة يا ولا تقربوا الزنا يا وحوي يا مركا يعني نصوص تكلا لمتك مؤمنين وأسوق ذا قليان مسألة الله بعد الشيخ الشيخ يا وحي تهي روحي وح إلاوي يا إلمه يرى يكي ولا خطابك ما سوق ذا قليان خطابك وحو قدش إذا خطاب التكليف أي قدش إذا وخطابك وضعي التكليف بوقيب السماء الأحكام الشرعية وأطي أهل العلم وقيبيان أحكام تكليفية وأحكام وضعية أحكام توضعي وحي كل سبب سنتهي أسبابته هي شروطه هي موانع ذا هي الصحة ذا هي فسادك مركا أشياء ذا النوع عاسي إن لقول خطاب أيه كوالا يكسبق يانقان قارك أهين يكي إلاوي انت بوحيتها يميد مركا ترته خطاب الوضع وحي كل سابسا والقول خطاب أيه الروحي والله هدو مركا وحقيستو حول عدلاء ذا هيئو مركا إتلافي وبابي أما عيد وحجارسيو دقانتي ما دعيسو لما أرانا يروحني والروح وارانا قان ماله لا أران ماي ولو ما أدري شنكر حديثك رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يعقل وعن السبي حتى يحترم وعن النائم حتى يستيقظ ويا وحل أرانا يا يعني تاني مركا ماها من بابي يعني مركا التكاليف ماها وحلق أكر قاضي أنا رفع القلم عن ثلاثة ووحي التكليف كصابصا وحسا كواجب أصالة أما وحسا كحرامة يعني وحيالها مركا خطاب التكليف كوي لكن وحيالها انضمان كصابصا وحق الغير حق عدك للاذا هي هدين لإتلافية ولا بابئية صابتي ضمان ككين يسي مرهدو ليمي دي ضمان كوا إيمانيا قان دوغي وإيمانيا يعني منها راي ومجنون كما دعاي وسبنا كل عماي خطأ النسيان اللوشية أرن كان يقول دعينا كما باقنا يعني ضمانك وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا مركا بنص الآية خطأ يضو أرن كقول دعي وقفك مؤمن كأكم اللود لي أيها الدنا إلى هاي الشيء إن مركا ديدي أي واجبيس ديدي إن أي واجبيس كفارنا إن أي واجبيس مركا التاس وحي نقنا يسوى من باب خطاب الوضعي لكن وحي خطاب التكليف قصة بصنبو أتشي ذا مركو الشيخ يقول غير داخلين في الخطاب أي في خطاب التكليف لا في خطاب الوضعي مركا وحي خطاب التكليف قصة بصن مسو قد قليان الروحي إلا وشي وحوقتها يسقوا إلا وسن شيء واجب أهكتجي لما أرنا يا آثم باتوا ودم بودي الأرنما ودم بودي لما أرنا وأدلة وحي شيء جيسا دين أمضا لقد عافي خطأ ولقى كريالي إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره علي إلى هاي أمضا وكرجي يعني مركا كم أي هالمانكا يا إلا وشيها يا وحي لقد درقي يا بواكدك لفظي مشهورك وحصار وري يعني رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه لكن لفظي كلا كحوك بضن مركا ليلي وحوي ولقا كريالي وحلقا كريالي وحلوك إذا مؤاخذة ذي ذا وروح كدن بابا أيوه ولقو عقاب أيوه لكن لقمت المام أيوه إن مركا خطأ لفتي سلا كريالي أو أمضوا أين خطأي ذات الخطأ يعني مركا خطأ لفتي ساب الله كريه لو أمضوا ما خطأ يسلو ما تشيدو ويا نصوص وحي الشيقي سا خطأ ينسيان كوين دعيان آياتك أحاديثان كتو سناء وآيات دي أنه أخرني آية النساء وحي الشيقي سا مؤمنك إن خطأ هدي اللو دي لو يعني دي إيا كفارة كواجبيس مركا إذن لما أران خطأ ما دعايو خطأ إن تودعو أيا وحكا ترتيب سما يلا ينوشاك
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. حديثك مسلم صحيح كسوري يحدث في قدسي وحشية قال الله قد فعلت إلهي وكأقبلي مؤمنين تدعذاس ووحوا لوايرا. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. مركا نصوصتنا واشيغيسا خطأ ينسيانك إنو دعاي. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذاك. كي وحوي الصلاة كالصيح ذا أما إلا واه هاتو كذا مركو حصوصته لا كفارة لها إلا ذاك. كفارة أنتاهين يعني ملها حسي أهاني واقعان والله أركا يدو كما إي يهلمانكي يهلوشيه بأي دعيا. مركا سيدا ساودي ذا تدود لما رفعين وحل رفعيي مؤاخذة ذو ذا وددكم إنه كدن بابا إيان تاسا للرفعيين مع تحيات إخوانكم أيا للرفعيين في منهج أونلاين. مركا مجنون كي يسبقي إنه يسوق ذا قلين خطاب التكليف كان حديث كان بي علماء كقاتين رفع القلم عن ثلاثة قلن كي وحلق كريالي بمعنى قلم المؤاخذة يعني صدح يعني كي عن النائم حتى يستيقظ كي هردي ولق كريالي إلى أبراروغاي وعن السبي حتى يكبر المه السبق أهانه ولق كريالي إلى أويناني روايات كقار كوضو حكو ساروري حتى يحترم إلى أقان قاري أو احتلامي وعن المجنون حتى يعقل روايات كقارنا حتى يفيق سارورتي يعني كي والانا قلنك ولقا كريالي إلى أعقلي سنة يوحك لقرنا. حديث كان وحسوري أصحاب السنن يا إمام أحمد أيا سوري محدثين تقاركود نوا قوي حديث كاس مركا. المهم وحي الضمان كصابصا يقان دو يذا مركا روحي كمدع عيان هدو أسبابتي اللي يمادو لكن وحي خطاب التكليف كصابصا أيا مركا لغت الماما يا إن لغا كرخاضي الروح انت أولي يهي دم باللو قرمايه انت أسبق يهي دم باللو قرمايه سبق مركا ليلي الصلاة دا أمر مركو تدب تشرقاره مركو تبن تشرقاره نكو قراع. حديثك صحيحة يكو صارورتي النبي قول صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم الصلاة للسبع واضربوهم عليها لعشر يعني مركا أبطك الصلاة دا أمر مركا يتدب تشرقاره مركا يتبن تشرقاره نكو قراع. أمر دا الأمر إياه ومن باب التدريب وإن لغو تببرا إياه ولغو تربيين إياه ولغو عربنا إياه سوء عاديش لكن معها إنو علمه مكلف كي هاي معها. سساودد بعض العلماء وركا إلهدين تبن تشرها دو قارو ومكلف وقول ضعيفوي وحانا يدلي شدين يعني قراعا لقراعيا ومن باب العقوبة يعني واجب لقتقي أما حاران لليمي بان عذ لقو قراعا أي عذ لقو قراعا مركا ساس أودد هديان مركا واجب أنو كتقي لهين أما حاران أنو السمين لهين إلا قراعا مبناناتين ساس يذهب يلهدين. لكن قول كالنوعاسي قول كاسي وغلط أو علمه تبنشر مركو قارو مكلف كن نقن ما يهدان وقان قار نقن أو احتلام كيانو هلين يعني مركا من نقن أي مدخان قاره وحانا عضينا أي حديث كان أي عضينا وعن السبي حتى يحترم علمها السبي أنا قلن كوالاق كور قاضي إلى احترام أي بمعنى قان قاره روايات كقار كودنا وحي الشيقين حتى يبلغ مركا ساس أودد قول كورنا أي تبنشر هدو قارو ومكلف وقول ضعيف صح ماءها سيدة صحيحة هي وسيدة جماهير أهل العلم أي كتغين ساس يدوي مركا أمرست الأمر يعلمها السبقة صلاة الأمر ومن باب التدريب من باب التدريب ويان مركا من نغن يسو إن وحوي سبقاس يوحوي كوالا يكي إلا وي إن يدن باب يان نغن ما يسو يعني أنت يعدر دارك كسوينه. لكن تام معناه هذا ماءها هذا مركا إلا وسيا هاي أو ناسيا هاي إن المركا لحصوصين الماء ومعذور أمدا بابيه. لكن إلا براروتشيوي سيد النبي قبوري صلى الله عليه وسلم فإذا نسيت فذكروني يعني النبي قبوري صلى الله عليه وسلم هدان وح إلا هو صلاة إساقو الشيقة هي إحصوصية أبو النبي قبوري صلى الله عليه وسلم بمعنى تسبح صلاة أو سبحان الله لها يعني تسبيح ذا يقول براروتشية ساسا معنه دعية يعني ما أرى هدان إلا هو معذور بانها إسكا كيدائي
يعني عامدة قاركود وحي لهذان روح الصونك وكلا هدو اس إلاوه أو بيها اسكعبه يعني اسكده يعني وحبه وشيقي ويوى معذور عذر دار بوها استا يا إلهي باقوديي مركا وحويها كقرد واقع يعني ورك النوع عاسي لكن وغلط صح ماها سيدا النبي صلى الله عليه وسلم ويلي الصلاة دبا فإذا نسيت فذكروني مركان إلا وإحصوصية بأحكام تكلاء الشريعة دانا الروح هدو إلا والحصوصينيا إلا وشيهانا غاية ديسو وإن الروح معذورية هاي عذر دارك سوية لكن تام معنى هدو ماها إن عذر دارك لو دينا يولورنا عذر دار بوك سوية هاي ودى عذر دارك يعني ساس ما عذر داركنا إلا وشيها كليا ما قال شلان تشيغ أن الروح قرني وعذر دار وانا لبراروتشينا يا ولا بريا الا وشيه وعذر دار وانا لبراروتشينا يا وحوي ولو شيغيا يعني وحن الا وي ولا غو براروتشينا وهكذا مركا وحوي شيغان ولا امانيو يعني مر هدو يحي يعني ولو اسغو اسم بيانو كنقون شي شريعه خلاف سن مر هدو يحي وان مركا وحوي لا صحا او يعني مركا روحي لبراروتشيا سيده حديث كي ابي سعيد بشيغا اي مسلم صحيح كسوريي من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فباللسان فان لم يستطع فبقلبه يعني حديث كاسي وحا وشيغيا شيء منكر روحي لي ماده يعني قعنت كبدله يا يعني ساسا حديث كشيغي هدو تا اودي كروايه انا افكها كدوريها كبدله مركا منكرنا لما مداها او لما معناها معصي معصي يا منكر وكل عام سيه قالوا علم واحد لها معصي كستا ومنكر لكن منكر كستا معصمة مرك عموم يا خصوص بأودحية منكر وشيء شريعة خلاف سن وحن فرق كلا لهين الروح عنين عذر دار كلا إمانا أيه عذر دار أولي هي سيدا إلا وشيء أما قرش الآن يين أنا عذر دار لهين يعني فرق ما كلا لها شيء كستا الشريعة خلاف سن ولا لي ما أدو وإن للدوريا ولا بدلا المها السبق أيه المها كلامركو كنت عدينا أيه أو قراع أيه وروى مرفوع القلم إسكد أيه اللورن ماي ولقى قبنا أيه ويوى منكر وحا السمين أيه وإن لم يأسم به يعني كبدن بابنا ومنكر وشريعة خلاف سيه ساسا ودد وإن لك لقبتاه يا ومركا قعان لقو بدلا يولك لتفريقيا قعان كبدلا دنا وحسوق إليه تفريق عيالك إسلين يلك لك حيو لك لتشيدو أي مركا سوغلي وتغيير منكر كي لبدلا يو أو قعان لقو بدلا أو قعان لقو بدلا كم مجنون كوالني هدو عيد كنت عدين يو أو الظلمين يو يعني مركا لما أرانا يو وروان مرفوع القلم أي سكدا يلورن ماي أي وحسوق ذا قليا من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي فإن لم يستطع فباللسان وإن لقى قبطة أما لقى قرد واقع هدو رواقع تقيو يعني مركا أما قعنت بل لقى قبطة يعني ساسي ذوي مركا المهم خطابك أو حي علماء قاركو حنبارين غير داخلين في الخطاب خطابك فروع ذا تهري مركا علماء قاركو حنبارين خطابك فروع ذا وحي له ذا وحي لها أصول شوال ليسكوا فقصيها لكن تعميم كالعميم يردبكو بسقنا ولا يلاهدو يعني مدول وحمر كان نغنيس يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون يعني لبض النعبو والسوقلية والساهي والسبي والمجنون وغير داخلين في الخطاب خطاب كالتكليف كأصلا وفرعا كود ونبه النغذي مسوق ذا قليان كي وحلا وي يكي سبق أهايا قانقار يكي والا والكفار مخاطبون بفروع الشريعة قال ذا والا ولا خطاب يا شريعة فروع ديذا وبما لا تصح إلا به أهل علم وإسلو قليهين قال ذا وحي أصوش الدين تآهين لقل خطابا وإسلام وإله الرمي وأشهات إن تال لقل خطابا مكلفنا أي كويهين وبإجماع المسلمين مسلمين تردن بإسكوا فقصا أدل لدنا واشيقي سايو آياتك يا حديث واشيقيا والنبي صلى الله عليه وسلم ولا خطاب يقالضوا إسلام أي أرني قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلهي بأمري
إن مركا قالذي أهل كتابك أهايد إن إسلام نمضى إيا توحيد كاللوغو يارو أيو إلهي أمري نبي قنا وافريي صلى الله عليه وسلم وقالذا وأغو ياري إسلام نمضى إيا توحيد كاللوغو ياري يعني مركا النبي ذو دمان وحي لهايين يعني إلهي كبغى الله كلي عابد أعبد الله ما لكم من إله غيره يعني مركا اتقوا الله وأطيعون يعني نبي كاستبوح لها إلهينا كبقى أنيقنا إعطيع مركا فروع ذا الشريعة ذا والغو لخطابي نبي قواكي أقرأي قال ذا وراقها أقرأي وإسلام نماذا أقباقي هرقلائي غير كودبا وحو قال ذي مشرك العرب كورن شري نبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا مركا إن أسوش الدين تلقو لحظ الله يولغو لخطابي يدو بإجماع المسلمين مسلمين توردن بأسكو وافقصا نصوص تنوى الشيقي ساخلافك مجرو هاي الشيء فروع دا الشريعة دا فروع دا الشريعة دا وحلوغة شيء دا الأحكام العملية قالوا علم يقار كود استلاحة والنقديان لكن على كل حال مرادك وهذا الشيخ وقت شيء دا وحيكو سابسنت هاي أحكام تا الشريعة دي عملي جاء سيدا وحيالها واجبات كائن للي ما دو الصلاة يا الزكاة يا الصوم يا حجك وحيالها محرمات كائن لقدت سيدا الزنا يا الظلم يا خمر إن لعبه يا مركا بنت يا باطل كائن لقوها ظلو أشياء النوع سوكلا أوامر يا النواهب وأحكام تعمل عمل أهان لو سمينا أيوه قال هذا هو لقول خطابة يا مكلف بيكويه وحكى له لقول خطابة يا وحمرك أين أصحين فروع ذا الشريعة ذا إنه لي ما دا أين كأصحين قال كي إنه لي ما دمه يسك لا أين كأصحين كائن لي ما دنا ولا قول خطابة مرك إسلام نمدي وحن غنيسا شرط الصحة النقنيسا شرط الصحة أي إسلام نمدي النقنيسا الشرط وجوب ماها سيدانا وحقب جماهير أهل العلم أي قبا إن فروع ذا الشريعة ذا قال ذا لغول خطابي قول كانوا الشيخ الشاقي وقول الجماهير نصوص طيني الدليل الشدين الدليل ذا يدليل الشدين وحكم ذا إلى هاي مركو كور رماي أهل النار ومركا لو يديو لغو إلى ما سلككم في سقر ورنار تسقر اللي إلى ذا محايد قليي قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين وحيكو شوابيان سقروا حنا قليا أفر شيء ومدك هو هذا ما نتكنشرين ودتك تكذا كمان ومد أهيد مركز صلاة الآن وكمد وحي سقرك قليا شيء قال الله بعد ما نو أهين غار قودية مساكينته وزكذا إني نبحين شرين حقوق دي كواجب كأهيد أين إسكا قودي تشرين إماليغا أهيد وحي كمتهاي وحي سقركو قلين شيغا صدحات وكنا نخوض مع الخائضين دمبيغا إيا باطل كانوا لدبالان شرين داتكا دبالان يانو لدبالان شرين وشيغا صدحات يكو قلين شيغا أفراد يكو قلين وكنا نكذب بيوم الدين يعني يوم الدين كو قيامة دا وابيني شرين بيلهدي marka gaalnimadii oo ah qiyaamada inay beeninayaan kumay kaaftoomina saddex arin oo kale raaciyeen laba waajib ay ka tageen iyo xaaraan ay la yimaadeen marka saddexda arin kale ay ku dareen arin ciqaab kala ciqaabayo ka qayb qaatay oo sababay inuu marka yahay baa laga qaadanaya oo waxa lagu ciqaabaya kufriga kaliya ma ahe واجبات كي كتغين يا محرمات كي لي ما دين نوال لقو عقابيا سيدا آياد بكتو سنعيس أدلة كلنا علماء دوا كدلي شدين أو كلبحين أدلة داس أي كدلي شدين كلاو حكم دا آياد وإلهي لي فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى لقو ما كافتو منو كلية يعني السبب الأكبر أو أهمر كإني تكذيب لي ما دين يبينين أين طاعدي كتشستين ولا الراعي طاعدي أي النبي الداعيين صلى الله عليه وسلم إني كتشستين ولا قدر أيضاك للفت هذا وحلو قلت الماما إن عذاب لو زيادنا أي عذاب كان وحلو قلت زيادنا أي يعني مركا دنبي هذا بضنا أي لي ما دنب عذاب كلو قلت كردنا
مركا المهم سيدا مركا صحيحي وسيدا جماهيرتوي علماء قار كود وحي الهدين فروع ذا الشريعة ذا اللقو لما خطاب قال ذي يعني علماء قار كود ساسية ذا بي الهدين لكن قولك سيدا أرانيا وامد وحوية ضعيفة وي دليلك سيدا هراء أيو مركا كتسين يا جماهيرتا علماء ذا كتاكين علماء قار كود يعني كتب تفقيقا وحي كشيغان مسألة كسابسان وحا الله شرطي واجب نمدا الصلاة يا صونك يا زكاة يا أشياء النوع صو كلا شروط التكليف بالله شرطي يا بيلدي شروط التكليف كي الشيغيان وحي كدرين إسلام نمدا وحنا كم إذا علماء الشافعية في كتب الفقه وحي الهدان واجبات كاسي الروح أين يكون واجبان وحاو شرطي شروط التكليف وحنا يكدران إسلام لماذا؟ العقل والبلوغ والإسلام علماء الشافعية مرك مسألة في باب الأصول أيكاه الليان ومع الجماهير شماهير تيل الصعدان وحي أرشحيان قول كورنا يا قال ذوال قول خطاب يا فروع ذا الشريعة دا. لكن في باب الفروع مرك يتشوغان وأحكام تفقيقا أيكاه الليان وحي أرانيان شيئا إن الروح كواجب أما الصلاة أما الصوم أما الزكاة أما حجك وحلو شرطيا العقل والبلوغ والإسلام وإسلام نمذي وحي كردقان شرط وجوب بي كردقان مركا هذا الكود النوع تناقضا لغا فهمي كراه والله إس أران كراه لبدو ذا هذا الوا إسكهر إمان أيان علماء سيدا أرانيسا ومر وحي ليين قال ذي والغول خطاب يا فروع ذا الشريعة وانا سيدة صحيحة مرنا وحي ليين واجبات كان عملي قاهي الروحين يكون واجبان وحلو شرطنا يا إسلام نمو معنى ذو وحي تهدان مسلم هين واجب كما أها الصلاة أسك كما واجبها أصوم كما واجبها مركو إسلام يكون واجبيسا مركا لبدا هذا أمو غنكرا إنا إسكهر إمان أيان علماء الشافعية دا قاركود وحي الدونين إني كتشوابان حانا كم إذا مركا الإمام النووي أو وحول أصحاب تيدو شافعية أهي وحي إلا هذا انقال ذا والغول خطاب يا فروع ذا الشريعة ذا هذا نباب الفروع مركا يتشوغان إسلام نمدي وحي كردقا إيان شرط وجوب وإن واجب نمدي الله شرطنا أيوه بيشيغيان لا وضع هذا الإسكمهر إمانا يا أبو يولي النووي أو وحينا إسكهر إمانا إنين مركانو لأن هاي قال ذا والغول خطاب يا فروع ذا الشريعة ذا مراد كأن وقتشيدنا وحويان تجتان كأي كتغين واجبات كعملي جاء يا محرمات كعملي جاء إمات كإلي ما الدين يعني آخرة والغو عقابية لكن وقتشيدنو يقول قال أين إلي ما دام بي مكلف كويهين أقام تشيدنا وقال كي هدو إلي ما دو شيء واجب ده كما أصحى إنه إلي ما دام أقام تشيدنا مركي سو إسلامان بي قلين أيان وقال دي واجبات كي أي كتاقين وقت كي قال لماذا كسقنا أيان لما أرنا أيو قلي أو دب كالكالي مر هدي حال الكفر أن لا أرنا أديكو قال الله كالي صلاة أما الصوم كأما حج كأما الزكاة يعني محرمات كنا كديرو أدو قال يعني مركا أن سيدا لغو أرنا إنين مكلف باتكو تاهي مركو صو إسلام إنو اللي ما دانا أن لا أمر إنين مسألة ذني ماها أحكام تأدون يمتكو تعلق ده وحيكو تعلق ده أن حكم آخره آخر إن لغو عقابي كليا بس ثمرة ديدو تهي مركرو أن تاعهين مبالها با إشكال بهالك سوء أرور يكو سابسا دي إن آخر لغو عقابي وحي فرع كتهي الدنيا دي إن مكلف كو أهاي الروح وحانو الدنيا دي مكلف بكو أهين إن لغو عقابي آخر ولغو عقابي دي وحاكو سوغان شاي باكو تشره وحباكو تشره مركا مسألة وحي كفر عميسا إن مركا هوري مكلف كوا هاي في دار الدنيا مركا تكليف كمركا هوري السوق هذا عقاب كآخره كترتيبي سيدين أحكام تنعملي جاء إنه مركا هوري مكلف كوا هاي السوق
مركا سقطو كفرعي يعني مركا تجيتان كواجبات كعملي او كتجي ان اخر لاقو عقابي ورت النووي او كلي معها علماء كلا او حنابله اي غير كود با هو سداس او شيغينا وا جيران او يري مساله داس او كلي وي waxa ka dhalnaya laakiin waxa weeye sida ahlul ilmi qaar kood tilmaameen fawaaid kale oo ku jira jira oo samara oo ka dhalanayo samaratul khilaaf ah masail badan bayna ka farciyeen amal ahaan ku dhismaaya ibn al-laham kitabkiisa yaani marka al-fawaaid wal qawaaid al-usuliyya waxa uu soo aroorinaya dhowr iyo toban mas'alo oo ka tartiibsamaysa mas'aladan وحانو ردين يا قول كأرنا يا مسألة ذا قرى أو كصاب صن آخرة إن لقوا عقابا يا كدرنا يسا أي مركا ردين يا وحانو عضين يا دور يتوان مسألة ما قان مسديد يتوان مسألة الضبي يتوان مسألة أي شيء يجري أو كفر عما يسا يعني مسألة ذا تأصيل كذا مركا المهم صحيح وحيتها إن قالدو مكلف كأهاين فروع ذا الشريعة ذا هيش السحادة إذا وحي كحدنا إذا أي كأصحى يسوه إن الإسلام نما اللي يمادان روح إنا نشيق كأصحى إنا إلى وحك للي يمادانا تكلف كي كمر ذايو ويروح الجنوب كي جنابة قبابا إنت أو جنابة قبو دي لما كما أصحى يسوه صلاتي لما نقرنا إيو ما دام الجنابة إنت جنابة قبو عن صلاتي كأصحى إن إنت أو جنابة قبو صلاتي كما واجبها جنابة إنه كما يدكريا كواجبة لكن صلاة كما واجبة هلا ما أرنا يو وحال أرنا يا صلاة واجبة يكوكو تهي وحا صلاة سحادة يدو كحران تهي أو جنابة إنه كما يدكو طهارة لما يسران طهارة قادة تانا يدونا واجبة يكوكو تهي مركا صلاة لكالة إنتانا صلاة الله إمن كهرنا وحي صلاة كحران تهينا لكالة أهر مري ساسالو أرنا يو روحان قال كان وعين كعين لك وحلورنا يا واجبات كان شريعة دي عملية أهي واجب بيكويه هيش السحادي كأصحيان إسلام نما إن أظهر مرسو أيا كو واجبه هدانا إسلام نما ظل إماننا كأصحي ميسو مركا يعني واجبات كان لك كالي إنت أنا ظل إمان كهرنا إسلام نما كهر رئيسي إلا إسلام نما ظل السحادو كو حرام تاي سدا سيادة أبا اللورنية أما مركو سو إسلامي إني كرد عيسو قضاء صارين يعني دم بيجنا وكرد عيو ومد مركا قطعي وي وآيات كي أحاديث تالق قاضنا يا ويا الله وحيري قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وحد كتر هذا كوي قالوا بي حضي كرب طومان يعني حمانتا إيا كفرقا واللودا فيا وحي هرمري واللودا فيا أدنبئة حديث كان والاقا قادنا يا واتو النبي قولي صلى الله عليه وسلم أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله عمرو ميانا دوغين إن إسلام نمدو أي دمين يسوحي كهري مركا ترغيب إسلام كي لتشعل يسين أي اللوغر ديا أو يعني مركا قضاقي أشياء داسي وقدعي ويا هدين لغو أران لها ورنية هو تسو إسلام تهد دو شيء ونكسن بعض اللتيمي حي شيء عمرقاقي هرية إلا قان قاد نمد هذه لغا صوب بلابو إلا ما إيا هد آتسو قادي واجبات كي آتكتك تي وإن أتقال ليسا هدين صلاة هاي إيا الصوم هدين تهي يا إلا علماء ذا مركي سيقى جماهير توحي قبان وحي عمدا لوغتها يعني واجبادا يعني قضابا كواجبي جماهيرتو قبان مركا رأيقا جماهيرتو مركا لغو سعودو يعني هدين لغو أران لها يعني وإن أدقال ليسا هدين لغو أران لها إسلام كوا كعرر لها هدين لغو أران لها سكدي كوبا قطي لواتن كي السنة أما صدن كي السنة أدقال كأهيد إلا قان قاد نماذا هدين لغا صوب بلابو يعني أما انت حول لهايد يعني سكدي كوكو باقتا انت حول سكدي سلاهايد وين تسكبي حسا وحاو نقول لها ارن كاسي ارن اي دعي كرتا انو اصابا انو اسلام نمدي كعرارو مركا سيان تاسي ادعين
ترغيب إسلام كلا تشعلي سينا يدرادد أي مركا واجبات كاللوغر ذي وأن لا أرنن قضابك واجبة الزكدي وإن أدب كلاتي ما دايوت قليسا سكدي كوراك باقتي أو وإن أدفرائد دي أدكتكتي حال كاد قال كاهيد وإن أدقليسا لا أرن مايو مركا ترغيب باللوغر ذي لكن هدانو سو إسلام واجبات كسيدي بأساري dambiyadina sidii bay ugu dhigan yihiin sidaas aawadeed ba aakhira loogu ciqaabaya sidaas aawadeed qowlka saxiixu wuxuu noqonayaa in islaamnimadu tahay shartu sixo ee siday fuqahaada qaar kood itlaaqayaan in shartu wujub ay tahay aynay ahayn ee sawaabku yahay in islaamnimadu shartu sixa tahay sidaas iyada ah ayaa marka saxiixa oo sawaab ah والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.